انتظم عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره، وعاد اللاعب للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد اكتفائه باداء المران في الجيم امس الاحد بسبب الاجهاد عقب عوده الفريق من الامارات بعد الفوز بكاس السوبر، كما خاض الثنائي احمد فتحي وحسام عاشور تدريبات تاهيليه منفرده على هامش المران. وصل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن المشاركة في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش، وغاب اللاعب عن مران الفريق أمس الأحد بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات، واستمر غياب اليوم عن مران الفريق لنفس السبب. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقررة غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي. وأعلن حسام البدري المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكرا مغلقا استعدادا للقاء، وجاءت القائمة كالآتي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ورمضان مصطفى وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي وصبري رحيل وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نتفد وعبد الله السعيد واحمد حمدي واجايه وميدو جابر ووليد سليمان واحمد حمودي وباكا ووليد ازارو ومروان محسن ومحمد عبد المنعم. والمزيد من التفاصيل ينضم الينا مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره الزميل امير هشام. امير اهلا بك. تحياتي ليك يا كابتن هيثم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة النادي الأهلي اختتم تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في بطولة الدوري، وهي أكيد مباراة هامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار وسعي نحو الحفاظ على بطولة الدوري الموسم الثالث على التوالي. خليني أقول لك بعض ملامح المران النهاردة وأقول لكل جمهور النادي الأهلي، يمكن المران النهاردة ابتدى بالتحديد في تمام الساعة الرابعة عصرا قبل التدريب، كان في محاضرة من كابتن حسام البدري والجهاز والمعاون اللاعبين، واتكلم فيها عن أهمية هذه المباراة واتكلم فيها عن ضرورة طوي صفحة المباراة السابقة أمام فريق المصري والفوز ببطولة السوبر ونشوة الفرحة أكيد اللي كانت عند لاعبي النادي الأهلي. فبالتالي كابتن حسام البدري طلب ضرورة التركيز في مباراة الجيش، ضرورة استغلال التعثر اللي حصل لفريق الإسماعيلي بالتعادل 1-1 أمام فريق الاتحاد في بطولة الدوري. إن شاء الله النادي الأهلي لو قدر يفوز في مباراة بكرة يتصدر بطولة الدوري مجددا، وهيكون لسه كمان ليه مباراه مؤجله ان شاء الله من خلالها يوسع فارق النقاط مع فريق الاسماعيلي. بالتالي المران ابتدى الساعه 4 بالظبط، يمكن كان مران خفيف شويه ما فيهوش بعض الجوانب البدنيه الكبيره او بعض التدريبات القويه، هو مران عباره عن بعض تدريبات الكره، بعض التدريبات لفك العضلات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، خصوصا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي خلال الفترات السابقه يمكن كانت مباريات متتاليه بشكل كبير جدا كل 3 4 ايام مباراه، وخصوصا الفترة السابقة بالتحديد آخر مباراتين وهو ابتداء بمباراة نادي الزمالك والفوز فيها بنتيجة كبيرة 3-0، وراها على طول كان مباراة المصري بعدها بأربع أيام بالتحديد، والنادي الأهلي قدر أن يفوز في هذه المباراة. مباراتين أكيد كانوا من الناحية البدنية مباراتين قويين جدا، يعني النادي الأهلي أبذل فيهم أو بذل فيهم مجهود كبير جدا، بالتالي التدريبات ما كانتش تدريبات بدنية قوية وهي بعض تدريبات الكرة الخفيفة. ومع نهاية المران يمكن كان في زي تقسيمة كده تراي ماتش من كابتن حسام البدري للاعبين عشان يستقر من خلالها على التشكيل اللي ممكن يقدر يشتغل بيه خلال مباراه بكره او يبتدي بيه هذه المباراه. وايضا خليني اقول ان بعد التدريب النهارده كان في تدريبات على الكرات الثابته وشارك فيها بعض اللاعبين زي علي معلول زي عبد الله السعيد زي حسين السيد وصبري رحيل، يمكن ادوا بشكل جيد جدا، وايضا وليد سليمان ادوا هذه التدريبات بشكل جيد جدا. لكن بالنسبه للغيابات ويمكن في اكثر من غياب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه وبتحديد سعد سمير واللي كابتن حسام البدري ما اختاروش في قائمه مباراه الغد، وخصوصا ان سعد يمكن كان عائد من اصابه فتره طويله وشارك في مباراه المصري 120 دقيقه سواء الوقت الاساسي طبعا او الوقت الاضافي الاكسترا تايم، والنادي الاهلي من خلاله قدر يفوز بهدف وليد ازارو. بالتالي سعد
ابذل مجهود كبير جدا. بالتالي كابتن حسام البدري يمكن فضل ان هو ما يصطحبش سعد سمير لمعسكر الفريق لمباراه الغد عشان ما يبقاش فيه اجهاد اكتر على سعد سمير، خصوصا ان هو لسه راجع طبعا من الاصابه. احمد فتحي وحسام عاشور يمكن عندهم شويه اجهاد، كابتن حسام البدري ايضا فضل ان هم او ان يعطيهم بعض من الراحه قبل الفتره المقبله واللي هتكون اكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي مواصله المباريات في بطوله الدوري. طبعا استبعاد صالح جمعه، استبعاد احمد عادل بالتحديد، عايز اتكلم عن احمد عادل يمكن استبعاده بسبب ان في مفاوضات مع احد انديه الدوري الممتاز لضم احمد عادل خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، فبالتالي ده كان احد الاسباب اللي من خلالها تم استبعاد احمد عادل من قائمه هذه المباراه، خصوصا في ظل تواجد شريف اكرامي، محمد الشناوي، ايضا رمضان مصطفى الحارس الصاعد بالنسبه للنادي الاهلي، اكرم توفيق بسبب الامتحانات مش متواجد. النادي الاهلي بشكل عام كابتن هيثم عنده حالتين اصابات بالتحديد، سواء رامي ربيعه او محمد نجيب، الاثنين في خط الدفاع. محمد نجيب النهارده كان عنده بعض التدريبات التاهيليه اللي كان من خلالها خلاص على وشك ان هو ان شاء الله يرجع التدريبات الجماعيه بالنادي الاهلي، حالته يعني جيدة وبتتحسن يوما بعد يوم، وبالتالي محمد نجيب إن شاء الله أقل من أسبوع هينضم للتدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي. رامي ربيعة زي ما احنا عارفين يمكن هيغيب حوالي شهرين عن التدريبات مع النادي الأهلي وعن المباريات الرسمية، بس إن شاء الله رامي هيتم تجهيزه. النهاردة كان عنده بعض التدريبات أيضا العلاجية عشان إن شاء الله خلال فترة قريبة يقدر يشارك في التدريبات التأهيلية ومن ثم التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي للمشاركة في المباريات الرسمية. بشكل عام الأمور ماشية بشكل جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كل اللاعبين عندهم تركيز وجديه واضحه جدا خلال التدريبات للفوز في مباراه الغد ومواصله المشوار بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام، ومن ثم تحقيق هذه البطوله المهمه اكيد لكل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ياسر. الزميل امير هشام شكرا جزيلا لك. عشان نرجع نستكمل نشره الساعه 6 من قناه النادي الاهلي.